أقيم يوم السبت 27 من شهر يوليو الجاري معرضا للاستثمار لعام 2019 في مدينة شوتشو بمقاطعة جيانسو بشرقي الصين. وحضر المعرض كل من سكرتير الحزب لمدينة شوتشو السيد شو تينقن وعمدة المدينة وعضو اللجنة الدائمة للحزب بالمدينة السيد تشوانغ تشو لين والأمين العام للجنة الدائمة للحزب السيد وو تشينغ فو وسكرتير الحزب للجنة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في مدينة تشو تشو السيد وانغ تشيانغ. كما حضر نائب عمدة المدينة السيد تشو دونغ هاي وألقى خطابا بالمعرض. ومن جهته قال سكرتير الحزب لمدينة شو تشو السيد شو تينقن إن هذا المعرض الاستثماري يعتبر أداة مهمة لمدينة شو تشو للتركيز على التحول والنهوض والتسريع الابتكار والتنمية، كما أنه ممارسة ملموسة للتعاون بين منطقة دونغشين قوانتون في بكين والمؤسسات المركزية الكبرى. ولقد تم جمع مختلف الموارد المتطورة من خلال هذا المعرض وتعزيز حيوية التطور العالي للابتكار وريادة الأعمال في شوتشو. كما حضر الاجتماع ممثل الأعمال في اتحاد التكنولوجيا الصناعية بمنطقة تشونغوانسون وشركة داتانغ للاتصالات ومركز البحوث الخامس لشركة تكنولوجيا صناعة الطيران الصينية والشركة الصينية لصناعة السكك الحديدية المحدودة وغيرها من الشركات. كما كان من بين الحاضرين السيد خان مين فانغ الأستاذ الزائر من جامعة شينخوا الباحث في نهر يانغسي وغيره من العلماء والخبراء.